وان احلى 100 مليون مسا على كل الناس وكل حبايبنا وكل الناس المشتركه عندنا وكل الناس المشتركه عندنا. زي ما جينا قلنا قبل كده صلي على النبي وصبعك الجميل اعمل لنا لايك واشتراك وشير عشان يجي لك كل دي. النهارده هنوري لك ازاي لما يبقى عندك كلب شرس تعرف تطلعه من القفص وتطلعه ازاي، ولما بيبقى عندك كلب شغال بالايد بس مش شغال لسه خشب او مش شغال على كرباج ازاي تبتدي تشتغل معاه، ازاي لما يبقى عندك كلب بيشتغل وبيتعارك وبيخش وبيهجم وبيقعد بس لما بيجي واحد يشخط فيه اقعد الكلب بيقعد اسكت الكلب بيسكت. كل دول ان شاء الله النهارده هنوري لك في الفيديو بتاعنا عشان الكل يستفاد. ما تنساش تعمل لايك واشتراك وشير وتوزع الفيديو لكل اصحابك عشان الكل يستفاد. يبقى احنا معانا النهارده معايا الكلب بتاعي مربوط او معايا واقف جنبي وواحد صاحبي داخل بيشخط في الكلب اقعد الكلب راح ايه؟ راح قاعد. انا مش عايز الخصله دي، انا عايز الكلب بتاعي يبقى شغال اللي يشخط فيه الكلب ايه؟ يقعده، الكلب ياكله. تاني حاجه الكلب بتاعي بيخاف من الخشبه، بيخاف من الكرباج، بيخاف من العصايه، ابتدي اشغله ازاي؟ ثالث حاجه كلب شرس عندي في القفص ازاي اتعامل معاه وازاي اطلع الكلب من القفص؟ يلا بينا نشوف هنعمله ايه. الوقت انا ببص على الكلب، في كلب بيبقى حابب اللي يطلع بره القفص، اتحبس يومين او حاجه حابب اللي هو يطلع. في كلب باخد معايا مثلا اكل عشان اطلعه بيه، في كلب ما بيجيش بالكلام دوت، بيبقى كلب عمال لي يهوهو وعمال لي يهجم وعايز ياكلني من بره القفص. بسيب الكلب واحده واحده لغايه ما الكلب يبتدي يتعرف عليا. هتشوفوا دلوقتي الكلب لما عمر بيقرب منه وانا هبتدي اخش على الكلب هعمل ايه عشان اسايس الكلب. يلا كده كده اهو. الكلب مش عايز يامن لعمر. طيب انا عشان انا اخش كده اهو لازم اعمل ايه؟ احنا كده نشوفه لو هيجي من بره كده اخش جوه. ماشي كده اهو، ماشي خليك ماسك بقى كده التليفون. طبعا زي ما جينا قلنا قبل كده هي يعني مساله برضو اللي انت لازم يعني يبقى عندك قلب وفي نفس الوقت لازم تحرص ان ممكن كلب يروح نتشك نتشه هتزعل منها. طيب انا عشان اخش بقى للكلب كده اهو باخد حته اكل معايا اشوف الاكل الكلب هيعمل ايه. المزرعه لما صاحبه هو اللي جابه ودخله جوه عشان الناس ما تقعدش تقول لك ما الكلب سكت. هو واقسم بالله من ساعه ما صاحبه دخل الكلب
انا ما جيتش، انا لسه جاي اهو، كانوا هما بينضفوا كده اهو بس، وهو في القفص. انا لسه بتعرف على الكلب دلوقتي، بس هي سبحان الله هي يعني بتاعت ربنا. هو هنا بيبقى رافض الاكل، بس هو الكلب هنا عادي يعني مطمني شويه يعني، ولا سام عليا ولا هوا ولا اي حاجه. طب نجرب كده مثلا عمر يخش او مروان كده يعمل له برده كده اهو، جرب كده عشان برضو نوري الناس برضو. بعد كده ما الناس مش قرب له، قرب له بعد القتل كده، قرب له. اه حطها على الحديد، حطها على الحديد، حطها على الحديده. الله، اشمعنى ما رضاش ياخدها مني الكلب؟ ما انا عمال اديها له مش عايز ياخدها. اخدها رماها ولا كلب؟ وانا ما رضاش ياخد مني الاكل وحنني. سبحان الله يا اخي، سبحان الله. طيب اوعى بقى كده اهو عشان نعمله بقى الايه؟ اللعبه الخطر. توكلنا عليك يا رب. يلا بينا. طبعا لما بتيجي تدخل كلب شرس لازم تلبسه طوق او حاجه تبقى جامده بمدور، عشان لما تيجي تعرف تطلع بيه بعد كده. لازم يبقى كده اهو، عشان لما يجي يبقى كلب شرس اعرف ان انا امسكه، عشان ممكن الكلب ما يخلينيش ان انا مثلا المس جسمه او حاجه، بس انا عايز احط الهوك في الايه؟ في المجور بتاعه. طبعا انا هنا لازم احط الهوك الاول قبل ما اطلعه. هو هنا اهو سابني وتمام 100 100. يلا بينا. طبعا هنا الكلب سبحان الله استجاب ليا يعني من عند ربنا. انا اقسم بالله مطلع لنا الكلب النهارده، وانا اتعاملت معاه من ساعه ما اتكلمت، بس هي بتاعت ربنا. هو هنا الكلب هو اللي بينادي لك، يعني الكلب بينادي لك. هو هنا الكلب نادالي وهو حبيبني اهو. بص تعالى هنا، هو عايزك تلمسه وتلعب معاه كل حاجه، وممكن واحد تاني يجي يقرب منه خلاص ما ايه ما يسيبهوش. هو ليه؟ هو الكلب خلاص هو ناداني. بيناديلك مش عارف تسأله. هو انت واحد داخل على كلب حنينه بتخش تهوشه بس خش حلولك. ايوه خش حلولك. يلا يلا
يلا بس المشكلة هي واحد بيتعامل قلب، وانا ما عنديش القلب ده. ليه ما عندكش القلب؟ عندي. مش بتتعامل مع كلاب وبتتعض وبتخش؟ لا ما عنديش. دهاله مرة واحدة وحط جمد قلبك. يا صابت يا خابت، ايه المشكلة؟ ماشي. خش يا عمر. عندك عضك ما عضاش خلاص. انا عندي امتحان بكرة في الكلية، روح وانا معضود. تعالى اوقف بقى كده، محدش هيجوا ها؟ محدش هيجوا. هيجوا. خلاص. يلا خد عايزين ننتشوا من صبع، بس صبع الشمال مش اليمين. احنا اليمين عشان الامتحان. انا ننتشوا من صبع؟ اه انت. ايوه ماشي. بجد والله عايز ننتشوا من ايوه من صبع الشمال الصغير. اصغر صبع عنده. خلاص بقى. خلاص. اول ما مرحله في فن الكلاب اهو. اول مرحله في فن الكلاب اهو. ان شاء الله. الله. ماشي اهو. اقعد. اقعد تحت. اه حاجه يلا تعالى يلا تعالى يلا اطلع فوق يلا اهو حنلك اهو وربنا هيحله طب وتحله كمان ما شاء الله ادي كمان كده طب بص شد مني دي قطعه تعالى تعالى بس تعال تعال بقول لك تعالى انا مش بقول لك طيب بس كفايه بقى كده اهو تمام تعالى طيب احنا كده طلعنا الكلب وعرفنا نطلعه ازاي ونمشي بيه واحده واحده كده ونربطوه طيب انا عايز الكلب بتاعي واحد يخش يقول له اقعد الكلب ما يقعدش ولا يسمع كلامه يبقى الكلب شغال زي ما هو انا بس اللي اقول للكلب بتاعي اقعد يقعد تعال كده تعال تعال يا تعال بس اقعد 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 يلا تعال كده بقى كده كلام الغريب يعني الكلام اللي ايه اللي في وشه ما يسمعهوش يخش هو يقول له اقعد مش اقعد مفيش حاجه انا بس اللي اقول له اقعد بس حبيبي اقعد يلا اقعد اقعد يلا اقعد اقعد جدع جدع حبيبي اقعد ايوه كده جدع جدع زي ما انت شايف كده مره انا ابقى قاعد واقف جنبه ومره انا ابقى بعيد عنه عشان لو انا جيت ربطت الكلب او الكلب محطوط في حته ما يخشش واحد يشخط في الكلب يقول له ايه؟ اقعد اقعد بس اسكت يروح الكلب عامل ايه؟ سامع كلامه، لا الكلب ما يسمعش كلام الغريب، يسمع كلام انا بس، انا سبته في المزرعه، سبته في جراج، سبته في حته يسمع كلمتي انا لكن ما يسمعش كلام الغريب. قرب كده على الكلب وبرده اسكت فيه كده. بس
جدع جدع. ومرة امسك انا جنزيرو عشان الكلب يتقوى وياخد ايه؟ اسكت 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 يشتغل قدام الكلب لما يجي يشخط فيه ويقول له اقعد لازم يتحرك ويمين وشمال اقعد اقعد انا اقعد لازم يتنطط ويعمل كده هو عشان يخلي الكلب يحفزه ان الكلب ايه يشتغل يمين وشمال وايه ويتعفر زي كده. يلا يلا خش عليه مره واحده يا عمر اقعد 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 مره واحده يلا اجري عليه مره واحده اه ماشي. ايه يا عم انت داخل السبق جاهز بعيد بقى مش قدام الكلب خالص عشان الكلب ما يشوفنيش ويتشجع بيا. كنا قلنا بتبتدي تشتغل مع الكلب مره وانت جنبه مره وانت ماسك الجنزير بتاعه ومره وانت مختفي من قدام. انا هختفي كده خليه ليه ان هو يشخط ويتعامل كده يمين وشمال عشان لما يجي بعد كده تيجي تحنن الكلب وتقعد قدامه كده اهو وتقعد اقعد اقعد يلا حبيبي اقعد يبقى الكلب هنا ايه شغال. يبقى انا هنا لما حاجه حنن الكلب كده بس بس حبيبي اقعد اقعد زي كده اهو. فانا لازم اللي انا عفرته عشان بعد كده ما يسمعش الكلام بالسياسه لما انا اخش كده اهو بس اقعد 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 كده يبقى ما يسمعش كلام ايه الغريب لان هيجي الغريب عايز يحنن الكلب فهيعمل ايه هياخده بالراحه مش هياخده بالجري كده اهو ولا ايه التشخيط كده اهو. طبعا احنا عملنا كم مره بالجري وبتاع هندخلوه بقى يخش هو واحده واحده برده كده زي وانا برده شغال الكلب خش بقى واحده واحده خالص جري مره تنطيط مره بالراحه مره شخيط مره كده اهو بحيث الكلب ما يامنش لحد خالص ولا يتسايس خالص. طيب عايزين بقى نجيبه كلاب البرد. طيب دلوقتي دلوقتي بقى انا مثلا معايا الكلب بتاعي بيخاف من الخشبه او بيخاف من اي حاجه هعمل ايه؟ هشتغل شغلي من بعيد واهبط على الارض وارجع واسيبها واخش كده اشتغل معاه كده قرب كده بقى قرب قرب شغاله بتخاف تعال
Ja,
انت زي ما انت شفت كده اهو، عرفت معانا تطلع كلب شرس ازاي من مكانه، ازاي تبتدي تخلي الكلب بيخاف من الخشبه اللي هو يخش ويتشكى، وازاي الكلب اللي انا ما اخليش حد ولا يقول له اقعد ولا يشخط فيه ولا يخلي الكلب يكن ولا يرجع ورا. وربنا المستعان ان شاء الله. وبكده نكون انتهينا من حلقتنا النهارده، ونرجو ان تكونوا استمتعتم معنا. وهنا هنا سادتي وسادتي، تمتع حلقتنا اليوم، والى اللقاء في الحلقه.